بونجور لي زامي، جيسبر كو فوز علي بيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا متابعيني وكتشاهدوا الفيديوهات ديالي. كنحاول ما امكن انني نكون قريب لكم، قريب للطلبه اللي ان شاء الله مقبلين على الامتحانات، كوسوا الناس ديال لي باشوليي ولا الناس ديال لافاك، الناس اللي ستيا. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نهضر على واحد الموضوع اللي مهم 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 بزاف، وتنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذا الموضوع هذا حيت مهم مهم بزاف. كيف ما كتعرفوا ان الناس من مور ما كياخذوا البكالوريا ديالهم ما كيعرفوش اشنو يديروا بهذا المعنى هذا، يعني الناس ما كتعرفش واش دير لافاك، واش تمشي ليستيا، واش تدفع لي 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 غون زيكول اكسيتيرا. اليوم غنطرق لواحد الفئه معينه، واحد الفئه اللي هي الفئه الكبيره في المجتمع ديالنا المغربي، هما دوك الناس اللي كياخذوا البكالوريا ديالهم بواحد النقطه اللي ما كتمكنهمش انهم يديروا لينسا ولا يديروا لو ان سي جي ولا يديروا لينا ولا يديروا لي كلاس بريبا ولا يديروا الميديسين. سو في واحد الفئه ديال الناس اللي كتبقى حيره، كتقول واش ندير لافاك اولا غندير ليستيا. سو كيف كتبقى الحايره ما كتعرفش شنو دير، وهذا واحد الغلط اللي شائع كيوقعوا فيه بزاف ديال الطلبه، انهم منين كياخذوا الباك ما تيعرفوش شنو يديروا. بغيت نقول لكم ان الباك راه هو واحد الساروت، يعني هو مجرد ساروت كيفتح لك ابواب انك تمشي لواحد المجال معين. يعني الانسان ملي كياخذ الباك ديالو راه ماشي راه خدم اولا راه وصل. الباك راه واحد الشهاده كتسمح لك كيف ما خديتي الشهاده ديال الكاطريام والشهاده الابتدائيه والشهاده الاعداديه والشهاده الثانويه هي اللي هي البكالوريا، كتمكنك انك تمشي تقرا في واحد المدرسه، تمشي لواحد المجال اخر. يعني الا ما خديتيش الباك مثلا ما غطلعش لافاك، الا ما خديتيش الباك بميزه مزيانه ما غدوش لك لاس بريبا، ما غدوش الميديسين، ما غدوش شحال من حاجه. يعني ان الباك غير واحد الوسيله، يعني الانسان بدليل انه ورا الباك مباشره كيخصك دير تكون ديجا محدد شنو غدير. يعني 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 اخوتي اللي بغيت نوصل لكم انكم دابا حاليا كطلبه خصكم اول حاجه تكونوا دابا لحد الساعه عارفين شنو باغيين ديروا، يعني عارفين واش باغيين تمشيو لافاك اولا واش باغيين تمشيو ليستيا. يعني الانسان اللي دابا حاليا ما عارفش راسو شنو باغي راه كاين مشكل، وكاين مشكل كبير. دونك هاد الفيديو هذا غيحاول ما امكن انه يعاونكم في التوجيه ديالكم انكم تختاروا الشعبه اللي غتقدروا تمشيو بها بعيد، حيت بيني وبينكم باش نشرح لكم واحد القضيه، راه ماشي بالضروره الا درتي لافاك كيعني انك راك غدير ماستر غدير الدكتوراه، حتى حاجه ما كيضمن هادشي. وماشي بالضروره الا درتي ليستيا كيعني انك غتخدم، يعني هاد الدبلوم اللي غتاخد في لافاك ولا اللي غتاخد في ليستيا ولا تاخد في اي بلاصه راه مجرد ساروت كيسمح لك انك تدوز امتحان باش تولز لو مارشي دو طرافاي. يعني بمعنى اخر الا خديتي الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي مثلا راه ما تيعنيش انه غتخدم به، اولا الا خديتي الماستر ما كيعنيش انك غتخدم ادمينستراتور. اوترومون دي هاد لو ديبلوم هذا راه غير ساروت حتى هو بحالو بحال البكالوريا. بمعنى اخر كاينين الناس، كاينين الناس حيت منين كتقول واحد الانسان خدا الباك ديالو، الانسان لي زيتوديون راه انواع، كاين واحد النوع، كاين واحد النوع اللي تيقرا مزيان يمكنو يدير مثلا لافاك ويمشي فيها بعيد، كاين واحد النوع اللي القرايه ديالو على قد الحال. هنا فين تيهم التوجيه، سكو في الانسان خصو يكون صريح مع راسو. انا كنعرف ناس داروا لافاك وبقاو ناعسين فيها، وكنعرف ناس داروا ليستيا داكشي على قد الحال، خداو عماين وراه خدامين وخدموا في الدوله نيت، غير هو عماين خصك تكون واخده عن جداره واستحقاق. المهم ما نطولش عليكم غنبداو. بالنسبه للادبيين، انسان ادبي خدا البكالوريا ديالو كيكونوا عنده بلوزيوغ سبيسياليتي ولا بلوزيوغ، يمكنو يخدم بزاف د الحوايج، يمكنو يدير لا فاكولتي ديال الاداب، ادب والعلوم الانسانيه، يعني كيدير الدروا سواء دروا عربيه سواء دروا فرونسي، يقدر يدير اداب، يقدر يدير ادب انجليزي، يقدر يدير الاقتصاد،
يعني ما يمكنلوش يدير غير المواد العلميه، حيت هو كيكون ادبي، ولكن ادبي بامكانه يدير هاد يعني بامكانه يدير هادشي كامل، يمشي لافاك ديال ليكونومي. لافاك ديال ليكونومي راه فيها الدروا عربيه، دروا فرونسي، وفيها ليكونومي. بامكانه يدير ليستيه، بالنسبه ليستيه بامكانه يدير لا جيستيون دي زونتربريز، بامكانه يدير كونطابيليتي فينونس، بامكانه يدير لانفوغرافي، ما بامكانوش يدير لانفورماتيك. ديفلوبمون ريزو ماشي ديال الادبيين، ديال العلميين، سكو في هادو بزاف د المجالات بامكانو يديرهم. غير هو الانسان خصو يقول انا شنو باغي، بمعنى اخر الا باغي تمشي دير لافاك عندك راه غتقرا 3 سنين باش تاخذ لا ليسونس ديالك. ديك لا ليسونس ديالك الا درتي مثلا الاداب، الا درتي مثلا دروا عرب ولا دروا فرونسي، تقدر تمشي للمحاماة، دير مفوض قضائي، محرر قضائي، دير العدول، تدخل البوليس، دير قياد. سمحوا لي الا نسيت شي حاجه، ولكن هادو هما الخدامي، يعني وزاره العدل وزاره الداخليه، هادو هما الخدامي ديال دروا عرب ودروا فرونسي. وبيان سور كاينين بليزيوغ مينيستير تيطلبوا ليكون بحال دابا الفينونس كيطلبوا صحاب الدروا، ولكن هادو ماشي بزاف، يعني ليفيكتيف ديال الناس اللي كيطلبوا ماشي بزاف، ولكن بالنسبه للعدل وداكشي كيطلبوا واحد العدد كبير ديال الناس اللي مخرجين اللي عندهم الدروا. غير هو الدروا كتقرا 3 سنين، يعني العام الاول، العام الثاني، العام الثالث. بامكانك دير الشرطه، بامكانك دير هاد المجالات كاملين اللي قلت لك عليهم انايا. بالنسبه للناس اللي دايرين الدروا، بامكانهم يديروا لا جيستيون دي زونتربريز، يديروا ليستيه. بالنسبه للناس ديال ليكونومي، الناس ديال ليكونومي عندهم الحق يديروا حتى هما الحقوق، دروا اغاب دروا فرونسي، بامكانهم يديروا ليكونومي، بامكانهم يديروا ليستيه لا جيستيون دي زونتربريز، بامكانهم هادو هما لي برونش اللي انا كنصح بنادم يدير وحدين في هادو. بالنسبه للناس ديال ليكونومي بيان سور حتى هما المجالات اللي بامكانهم يخدموا فيهم راه بحال الضربه، حتى هما البوليس، حتى هما يخدموا في. بالنسبه للناس اللي دايرين لا جيستيون دي زونتربريز بامكانهم يخدموا في الديوانه، يخدموا في 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 لا تي جي ار، لا تريزوري جينيرال دو رويوم، بامكانهم يخدموا في كاع في كاع في كاع في كاع في كاع لي سبيسياليتي. دونك هذه حاجه مهمه واساسيه. صحاب ليكو صحاب السيونس حتى هما راه بامكانهم يخدموا اساتذه، يخدموا يديروا دي 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 دي, دي بروف يونيفرسيتير اكسيتيرا. ولكن المشكل ماشي هو هذا، المشكل هو انني انا نكون عارف راسي شنو باغي. بارفوا كتلقى شي واحد داير واحد البرونش هو ما عارفش راسو اصلا علاش دايرها، غير حيت ولد خالتو دايرها حتى هو دارها، اولا شي واحد جا عنده باه قال له شوف انا با انا خدام في الشومان دو فير، دير الميكانيك راك غتخدم، ولكن هو ما عارفش ولدو واش باغي هذيك الموديل ولا ما باغيش ديك الماده. انا كنعرف، انا نعطيكم مثال، انا كنعرف ناس، واحد السيد كنعرفو خدام في الشومان دو فير، يعني خدام في دار السكه في لوين سيف، ولدو قاري قال ولدو دير الميكانيك، وولدو تبارك الله ما شاء الله عليه في الاسبانيول خطير، يعني يكون دار الكليه ديال الاسبانيول، وراه دابا استاذ، واستاذ زعما تبارك الله يكون غادي بعيد. مشى تبع داكشي اللي قال له الاب ديالو رغم انه ما باغيش، وخدا الاجازه دي خدا الدبلوم ديالو، ما دار بها حتى شي حاجه، دابا راه تيقري الاسبانيول. هو الاسبانيول ما خداش فيها الدبلوم، ولكن تيقري فيها، وضيع واحد العامين من حياته غير هكاك. علاش؟ حيت انه تبع ديك القضيه دي انني حيت با داير الشومان دو فير خصني انا ندير، خصني انا ندير الميكانيك الشعبه اللي قريبه للاب ديالي، باش انه يقدر عليا ولا شي حاجه باش نخدم. يعني بمعنى اخر ماشي بالضروره ندير واحد الشعبه اللي انا با دارها، ولا اللي با بغاها ليا، ولا اللي امي اللي بغاتها ليا، ولا صاحبي بغاها، ولا خصني ندير داكشي اللي انا مقتنع به. مثلا انا عندي مع الانفورماتيك، عندي مع التخربيق ديال البي سي وهادي وهادي، بامكاني ندير ديفلوبمون انفورماتيك، بامكاني ندير ريزو انفورماتيك. غير هو الانسان خصو يكون شويه ذكي في الاختيار ديالو. كيفاش ذكي؟ حيت سوق الشغل المغربي راه ماشي، راه حنا راه ماشي الجابون ولا الالمان ولا امريكان، ولا خصنا نشوفوا سوق الشغل ديالنا شنو باغي. خصني ندخل الامبلوا بوبليك، ندخل الوظيفه. الا كنت باغي نخدم في لو سيكتور بوبليك، نشوف هاد الوزارات هادو شنو هما لي سبيسياليتي اللي كيطلبوا، نشوف شنو هما لي سبيسياليتي اللي كيطلبوا، شنو هو البوزوان ديالهم.
خصني نشوف البوز، ماشي غير ندير واحد البرونش وانا ما عارف داك البرونش واش عندها افاق ولا ما عندهاش افاق، نشوف العدد اللي كيطلبوا. بحال مثلا دابا كي قلت لكم مثلا الناس ديال الذروه وزاره العدل كتلقاهم كيطلبوا 800 واحد 500 600 واحد، كيطلبوا عدد كبير، فرصه النجاح عندك كبيره. كتسمعي مثلا البوليس كيطلبوا 4000 واحد 5000 واحد 10000 واحد، يعني فرصه تقبل فيها كبيره. كتسمعي وزاره مثلا طالبين مثلا لانفورماتيك طالبين جوج، واش عباد الله مدوزه 5000 واحد وما غيطلبوا جوج، فرصه النجاح كتكون عندك ضئيله جدا، يعني النسبه المئويه ديال النجاح ديالك كتكون ضئيله. يعني الانسان خصو يكون ذكي، يكون ذكي في الاختيار ديالو، ماشي غير يجي ويختار. راه الناس خصها تكون من دابا من دابا كتوجد لانها شنو غدير. راه واحد كتلقى بنادم باغي دابا يشد غير الباك، ملي كيشد الباك كيولي تالف، واش ندير لافاك واش ندير ليستيه، كيقول اه راه ندير لافاك، تيمشي يدير لافاك العام الاول ما كيدير فيه والو، كيرجع ليستيه وضيع عام من عمرو غير هكاك، ما استفد منه حتى حاجه. علاش؟ حيت ما كاينش التوجيه، ما كاينش التأطير، وبارفوا ما كيستافدش من الغلط ديالو. وداك العام الاختيار اللي كيدير في ليستيه كيدير واحد الاختيار لا علاقه كي كنقولوا. المهم انا غنحاول ما امكن انني نعطيكم واحد الاختيار عن تجربه، غنهضر على راسي على انا شخصيا، الا درتوه كنضمن لكم انكم واحد 99% غتخدموا، يعني غتاخذ ديبلوم ديالك غتخدم في الدوله. يعني الانسان المغاربه ديالنا تقريبا كلهم الهدف ديالهم الوحيد هو انهم يخدموا في القطاع العمومي، يعني يخدموا في الدوله. الدوله كتضمن لك سالير ديالك، كتضمن لك حقوق ديالك، ما كتبقاش تفكر واش شي نهار غنخرج، واش شي نهار غيديروا لي ليسونسمون، واش 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 واش. دونك الدوله كتضمن لك شحال من حاجه، والاكثريه ديال الناس كيبغيو يخدموا في الدوله، وانا شخصيا خدام في الدوله، وغنحاول ما امكن انني نقول لكم نهضر لكم على التجربه ديالي الشخصيه، كيفاش انني قدرت ناخذ بوست في الدوله، البرونش اللي اختاريت، سبيسياليتي اللي اختاريت، باش انني قدرت انني نخدم في الدوله. دونك كيف ما كنقول لكم، كيف ما قلت لكم، ان اهم حاجه هو ندير داكشي اللي كنت باغي وندير، ونقلب على سوق الشغل شنو باغي. يعني الا كنت باغي ندير الدومين ديال البوليس، كيف ما كنقول لكم بعدا واحد النصيحه، كيف ما كتعرفوا ان بزاف ديال الشباب ديالنا المغربي كيبغيو يديروا البوليس، كيقول لك غندير الدروه باش نخدم في البوليس، واخا مزيان بغيتي الدروه باش تخدم في البوليس سي تري تري بيان، ولكن خصك اول حاجه تشوف لي كونديسيون ديال البوليس. البوليس راه ما تيقولكش خصك يكون عندك ديبلوم في الدروه، تيقول لك خصك تكون طويل، ما تكون كتشوف مزيان، ما تكون فيك لا ضربه لا حتى شي حاجه. هادو من بين الاساسيات. يعني ميمكنش انا قصير فيا قل من مترو 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 73 مترو 74 مترو 76 اولا مترو 70 المينيموم بالنسبه من الانسبكتور الفوق، ونقول لك انا باغي ندير البوليس، راه ما غتقبلش. يعني انت ضيعتي بقيتي كتقرا كتقرا كتقرا، غدوز البوليس غتنجح غتمشي لورال، وداكشي غيتكاو عليك غيطيروك. يعني انت تقصيتي راسك براسك من ديبار. دونك الانسان يدير شي حاجه اللي هو باغي يديرها، ولكن عنده المؤهلات. يمكنش انا باغي ندير لانفورماتيك وانا ما كنفهمش في لانفورماتيك حتى حاجه، او انا باغي ندير الكونطابيليتي وانا ما عندي عندي مشكل في الفرنسي. هذا هو المشكل. يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا ليكونومي، الناس اللي باغيين يديروا لافاكت ليكونومي، خصهم اول حاجه يديروا هو انهم يكون عندهم شويه ديال الفرنسي. الا ما كانش عندك الفرنسي في هذا الصيف، هذه فرصه انك تفرج في لي سيري ديال الفرنسي، دير ترجمه، تحاول ما امكن تقرا كتوبات، تقف راسك تقرا لي مو تكنيك ديال ليكونومي ولا ديال داك المجال اللي باغي دير، باش نهار اللي كتاخد تمشي لافاك ولا كتمشي لاي بلاصه كتكون او موان عندك لي كونسيبت دو باز، عندك لي مو كلي باش تهضر. ملي كيدخل عندك البروف راه ما يمكنش يبقى يشرح لك شناهي انفستيسمون، شناهي فونكسيونمون، شناهو امبلوا، شناهو ترافاي، خصك تكون هادشي عارفو. شناهي برودكسيون، شناهي لا برودكتيفيتي، شناهي لا كونسوماسيون، هادشي خصك تكون عارفو، خصك تكون نتا ديجا عارفو. ما يمكنش استاذ يشرح لك هادشي. يعني بارفوا هذا هو السبب اللي تيخلي الناس بزاف يديروا ليكونومي وما كيفشلوا مالوغوزمون. مثلا الكونطابيليتي بالنسبه للناس اللي كيديروا لافاك، راه الكونطابيليتي راه السوايع اللي كتقراو في الكونطابيليتي راه والو، راه لا شيء. واش عباد الله واحد كتقرا كيقرا ساعتين ديال ساعتين ديال الكونطابيليتي في السيمانه، تيقرا 8 ديال الحصص، 8 في 2 هي 16 ساعه، واش 16 ساعه غتقريك لا كونطابيليتي جينيرال؟ راه مستحيل. وعاد لي بروف اللي ما تيجيوش، وعاد وعاد وعاد.
يعني هذا مشكل. الانسان اللي باغي يدير لافاك وباغي يمشي بعيد خصو يكون تيقرا راسو. اول حاجه كيمشي يقرا كيشوف لي كور ديال الكونطابيليتي ديال الماركتينغ ديال ستاتستيك. والحمد لله راه اليوم اليوتيوب فيه بزاف ديال لي فيديو بزاف ديال ليكزارسيس اللي بامكانك تخدم راسك. وانا لابشين ديالي حتى هي من بين لي شين اللي كيحاولوا ما امكن انهم يعاونوا الطلبه ويعاونوا التلاميذ ويحاولوا ما امكن انهم يبسطوا لهم. انا راه كنحاول نهضر بالدارجه باش اللي عنده شويه ديال الفرونسي يفهم، اللي ما عندوش مع الفرونسي يفهم، اللي مزيان في الفرونسي راه ما راه حتى هو راه تيفهم. سو كيف كنحاول ما امكن انني نبسط، حيت راه هاد ليستيا اولا لافاك هما كي كنقولوا هو هي اخر فرصه فرصه النجاح كي تيقولوا هي هادو. يعني ما كاينه شي حاجه اخرى بالنسبه للطالب انه يديرها من غير هاد الجوج هادو. ولافاك كي قلت لكم راه فيها بزاف الفروع، ولكن انا المهم باش ما نطولش عليكم باختصار، انا بالنسبه ليا نشجع طالب انسان اللي والديه على قد الحال، يعني واحد الانسان والديه عندهم واحد الدخل محدود ما يقدروش يصرفوا عليه ما حتى شي حاجه، انا ننصحو يدير ليستيا. علاش؟ ملي كدير ليستيا اول حاجه كتقرا قسم، يعني كتقرا واحد 30 34 واحد في القسم، يعني عدد قليل، يعني كتقدر تفهم وكتكون متخصص. يعني ملي كدير مثلا لا جيستيون دي زونتربريز كتكون متخصص في الكونطابيليتي، متخصص في لا جيستيون دي زونتربريز، يعني كتقرا داكشي اللي خصك تقراه. بحال مثلا دابا ليستيا لا جيستيون دي زونتربريز الكونطابيليتي كنقراو 10، كنا كنقراو 10 السوايع في السيمانه. ايماجينا صديقي 10 السوايع في السيمانه كل هاد الكونطابيليتي، واخا تكون عمرك قريتي الكونطابيليتي راه غتفهم، راه 10 السوايع في السيمانه 40 ساعه في الشهر، 40 ساعه في الشهر. في لافاك تتقرا 20 ساعه في العام، ليستيا 40 ساعه في الشهر و40 ساعة هاد الخدمة هاد القراية، راه خمسة السوايع هاد الكونطابيليتي في الحصة، يعني 10 السوايع. وإلا كان وفي الأخر كيبداو يديرو 15 ساعة في الكونطابيليتي، 15 ساعة راه غتفهم الكونطابيليتي طاير. هذا هو لافونتاج ليستيا. وكيف ما كتلاحظوا أن مؤخرا أن كاع الخطابات ديال سيدنا تيهضروا على ليستيا، كيهضروا على التكوين المهني، يعني وليني الدولة ولات كتعطي أهمية كبيرة للتكوين المهني، نظرا لأن الأهمية ديالو، نظرا لأنه كي ملائم لسوق الشغل. ملي كتقول لافاك حنا ما كننقصوش من حتى شي حاجة، ولكن ملي كتقول لافاك كتقول واحد الدومين اللي لاغج، الإنسان خصو إمكانيات. باش انك تقرا 3 سنين في لافاك راه ماشي هي غتقرا عامين في ليستيا وغتمشي تخدم، ملي غتقرا 3 سنين في لافاك وغتاخد لا ليسونس ديالك غيخصك ماستر باش تكمل قرايتك، ماستر خصك كونكور. ملي كتقول ليستيا كتقول عامين كتاخد ديبلوم ديالك، عامين كي كنقولوا ديبلوم اون بوش، كتاخد العامين ديالك تبقى دوز لي كونكور، يعني كدوز لي كونكور ديالنا. بالنسبه للبرونش، بالنسبه للبرونش اللي مطلوبه بزاف، يعني البرونش اللي كننصح بها انا يا كاع الناس، البرونش اللي مطلوبه بزاف في لو مارشي دو طرافاي هي لا جيستيون دي زونتربريز. هاد البرونش اخوتي مهمه بزاف، يعني مهمه. انا غنشرح لكم علاش مهمه. اول حاجه ان كاع الادارات كيطلبوها، يعني الناس، يعني الادارات بحال مثلا دابا نعطيكم مثال، الديوانه كطلب لا جيستيون، ليكونومي المينيستير د ليكون د فينونس كطلب لا جيستيون، الخارجيه ضروري ما كطلب دي بوست في لا جيستيون، الصحه لا جيستيون، العدل لا جيستيون، كلهم تيطلبوا لا جيستيون. يعني واحد لو دومين سي ان دومين فيفون، يمكن ضروري ما تستغنى، ما يمكنش الاداره تستغنى على ان جيستيونير. ان جيستيونير كي في لا كونطابيليتي، كي في لو كونترول، كي في لا جيستيون، كيدير كل شيء. لا جيستيون دي زونتربريز، علاش داكشي؟ علاش كتلقى لا جيستيون دي زونتربريز المعدل ديالها طالع بزاف في ليستيا؟ علاش؟ نظرا للاقبال ديالها، ونظرا لانها كي كنقولوا ملائمه لسوق الشغل، لا من ناحيه التكوين ولا من ناحيه لان سوق الشغل ديالنا عنده لو بوزوان في لا جيستيون دي زونتربريز. دونك الانسان خصو يديرها. ولكن الا بغيت ندير لا جيستيون دي زونتربريز خصني اول حاجه يكونوا عندي لي كونسيبت دو باس ديالها. ما يمكنش لي انا غندير لا جيستيون دي زونتربريز وانا ما كنفهمش لا كونطابيليتي، ما عنديش عليها لي كونيسونس. خصني في الصيف قبل ما ندخل ليستيا
خصني اول حاجه نكون كنفهم ليكونومي، كنقرا شويه د الكونطابيليتي، كنقرا كنعرف بعدا لي موكلي شنو هي لا كونطابيليتي، شنو هو لو بيلون، شنو هو لو سي بي سي، شنو هو لا كونطابيليتي اناليتيك، لاش كدار، واش اوبليغاتوار، واش فاكولتاتيف، لو بيلون ديالي، لو بلون كونطابل ماروكان ديالي نقراه نعرفو، نعرف شنو فيه. يعني هادشي خصني ضروري نكون عارفو باش ملي كندخل ليستيه كنكون فاهم. بالنسبه اخوتي ليستيه قلت لكم واحد 99% كتخدم. شكون هي هاد 99%؟ 99% هما دوك الناس اللي واخدين ديبلوم عن جداره واستحقاق. كيسكو سافيو دير دوك الناس اللي فهموا لا كونطا، اللي فهموا البروغرام مزيان. حيت ملي كتمشي ليستيه ما كتبقاش ايتوديون وما كتكونش، ما كتكونش طالب، كتكون ستاجير، يعني كتكون بحال كتستاجي. يعني دابا انت في ديك العامين كلها كتستاجي، كيأهلوك كيهيئوك باش انك تمشي تولج سوق الشغل، كو سا سوا في لو سيكتور بوبليك او لو سيكتور بريفي. يعني الدبلوم اللي كتاخذ في ليستيا تقدر تخدم به في الدوله، تقدر تخدم فيه في بريفي. بغيتي تخدم في بريفي راه كتخدم بريفي، بغيتي تخدم في الدوله راه كتخدم في الدوله. بالنسبه للدوله قلت لكم راه كاينين كاع الوزارات تقريبا كيطلبوا لا جيستيون دي زونتربريز، كاع الوزارات كيطلبوا لا جيستيون دي زونتربريز، كو سا سوا لونيب، شومان دو فير، هادو لي زيتابليسمون بوبليك، كو سا سوا لا سي الكنوبس، لا سي ان اس اس. بحال مثلا دابا هاد العام وزاره العدل طلبات 80 جيستيونير، 80 واحد عنده لا جيستيون دي زونتربريز. ايماجين 80 واحد، يعني واحد العدد لا باس به، راه 80 واحد اللي طالبه في لا جيستيون دي زونتربريز. ووزارات اخرين عاوتاني ها اللي كيطلبوا 10، ها اللي كيطلبوا 40، ها اللي كيطلبوا بحال دابا مثلا دابا الديوانه كيطلبوا 250 واحد، يعني عدد مهم. ايماجين 250 الكنوبس كيطلبوا 250 300، ايماجين 200 واحد. الا كنتي انت واخد ديبلوم عن جداره واستحقاق واش ما غتخدمش؟ واكون اكيد صديقي غتخدم، كذب عليك الكذاب. 200 واحد غتخدم، ما يمكنش غيهزو 200 واحد كامله. مثلا نقولو كيقول لك باك صاحبي، ما باك صاحبي، واش 200 واحد كلها باك صاحبي؟ راه امبوسيبل، ضروري واحد 100، و100 باك صاحبي راه بزاف. نقولو 100 ماشي باك صاحبي، و100 سيدي كنت من دوك ال100، الا كنتي كومبيتون والله سيدي تا غتخدم من دوك ال100. يعني بمعنى اخر الانسان خصو يكون متفائل، والانسان يكون متفائل ما تكونش عنده ديك النظره السلبيه. الانسان قبل ما تيدخل لافاك تيقول لك ولا فاك، واللي بغى يجي يجي، اللي ما بغاش يجي ما يجيش. ايه اللي بغى يجي يجي، اللي بغى يجي ما يجيش. علاش؟ حيت انت كتسمى طالب باحث، خصك تبحث، خصك تقلب على راسك. ولكن انا كنصح الانسان الناس يديروا ليستيا. علاش؟ ملي كدير اخويا ليستيا كتاخذ ديبلوم ديالك في عامين كتبقى تقلب على راسك، ملي كدير لافاك كتاخذ 3 سنين، اكثريه كياخذوا ديبلوم على 4 سنين. سوف فانت ضيعتي 4 سنين من عمرك. علاش اسيدي ما ديرش ليستيا وموراها دير لافاك؟ ماشي مشكل، فهمتيني؟ تقدر دير ليستيا تاخذ عامين ديالكم وراه دير لافاك، ما لافاك ما غتهربش، راه كدير 50 عام وانت مازال كتقرا في لافاك. ليستيا لا، ليستيا عندها راه هنا بالعمر. يعني انا كنصحكم صراحه نصيحه اخويه، وهاد النصيحه ما غتلقاوهاش في بلايص اخرين. يعني انا كنحاول ما امكن كنقول لكم التجربه ديالي وكنقول لكم شنو تقدروا ديروا. انا النصيحه ديالي نصيحه زعما سحريه، ديروا لا جيستيون دي زونتربريز. لا جيستيون دي زونتربريز ما غتندموش عليها، غير هو كيف كنقول لكم فهموا مزيان البروغرام. راه البروغرام نهار تفهموه والله اخوتي حتى غتفاليديو، والله حتى غتجيو من الاوائل، والله حتى غتجيبو مزيان، وكونوا اكيد غتمشيو مزيان في المسار ديالكم. حيت ليكونومي لا جيستيون دي زونتربريز مطلوبه وما غتندموش عليها. راه وعلاش قلت لكم ما غتندموش عليها؟ نعطيكم مثال. مثلا انسان مقاول، انت قرا لا جيستيون دي زونتربريز وبغى يدير المقاوله ديالو راسو، مقاوله ذاتيه، مزيان. لا جيستيون دي زونتربريز غتعاونك اصلا، غير الاسم ديالها لا جيستيون دي زونتربريز. انت عندك واحد بيتي زونتربريز، بغيتي مقاول ذاتي، بغيتي دير واحد لونتربريز صغيره، لا جيستيون غتعاونك. فاش غتعاونك؟ غتعاونك في كل شيء، انك تكون فاهم لا كونطابيليتي تبقى ديرها راسك. يعني واحد الانسان قاري لا كونطابيليتي ماشي واحد الانسان ما فاهم والو. يعني واحد الانسان قاري لا كونطابيليتي، قاري الفيسكاليتي، كيفهم الضرائب، كيفهم، ما غيلقاش مشاكل. ماشي بحال واحد الانسان ما فاهم والو. يعني لا كونطابيليتي كتقدر كتخليك كنقولوا كتولي ملم بداكشي اللي واقع في الوقت. قاري ليكونومي لا ميم شوز. يعني النصيحه ديالي الانسان بالنسبه للتلاميذ اللي مقبلين على البكالوريا ان شاء الله، او للناس اللي داروا لافاك ولقاو راسهم واحلين، من الاحسن ديروا لا جيستيون دي زونتربريز. ما غيندموش عليها، ما غتندموش عليها، وكونوا اكيدين غتخدموا بها.
دونك نتمنى ما نطولش عليكم، ونتمنى هذا الفيديو يكون يوصل لكم، حيت تكونوا اكيدين. انا صراحه والله العظيم الا كنهضر معكم بحال كنهضر مع الخوتين، باغي لكم الخير، باغي لكم ما نبغيش لكم شي حاجه خايبه. وهذه نصيحه راه لي سي فيها بزاف لي برونش، ولكن البرونش اللي عليها الطلب واللي تقدروا تخدموا بها، انا كنعطيكم اللي تقدروا تخدموا بها، هي لا جيستيون دي زونتربريز، ولكن بشرط انكم تكونوا فيه شادين كي كنقولوا البروغرام مزيان. تشد البروغرام مزيان غتخدم، ما شديتيش البروغرام مزيان هذيك هضره اخرى. دونك ومهم كي كنقولوا الفيديو ديالي راه غيبقاو مستمرين في المراجعه. انا بغيت ندير هذا الفيديو غير حيت ما بقى والو الباك، وشت انهم بداو يعلنوا على الانسكريبسيون في الاوف بي بي تي، وكاينين بزاف الناس اللي مازال ما عارفين شنو يديروا. دونك انا النصيحه ديالي ديروا لا جيستيون دي زونتربريز، والله ما غتندموا ان شاء الله بحول الله. غير هو تاخذ ديبلوم عن جداره واستحقاق غتخدم، يعني غتخدم بسرعه، هادشي اللي غنقول لكم. وتبارك الله عليكم، وما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي ان كومونتير اللي يكون مشجع ان شاء الله، وباش نزيدوا لقدام، وتابوناو معايا، وشكرا بزاف، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله في لاشين زوما شانيل. ميرسي.